الاخوان نهاركم مبروك وتحيه الخوت الحباب اينما كانوا داخل الوطن وخارج الوطن. تحيه كبيره خاصه لدعم الوطن العربي الاخوان تبارك الله. اليوم راه كنتواجدوا في راش شرق الاخوان. شنو مدوره كمال؟ ولاد الشتوي الاخوان تبارك الله، اللهم بارك، الله يدير الخير. واخا غنرجع عندك ماشي مشكل. بتاريخ الخوت ديال التصوير 17/10/2023 هنا الاخوان كاينه 19 حوليه كلها مواصفات تبارك الله. عاد السي عبد العاطي تبارك الله اللهم بارك، راه غندوزو معانا فهمتي الخوت، راه كساب والصاحب ديالنا السي كمال. السي كمال والسي العوينه عبد العاطي مغرم ديال السي عبد العاطي. الف الف مرحبا، كي داير انت بخير يا كمال؟ صحيح مزيان، ضربنا الطريق وجينا عندكم. مرحبا بك، ما كاينش مشكل. ما نعاودو هضرك، كان مناديه كل مناديه ورا دراه بخروفس. عطى لي قلت لي راسك، قلت لي قال لك نجي نجي نجي، ما كاينش مشكل. السي عبد العاطي لاباس؟ شكرا خويا، تحياتي ليك. الله يبارك درت مع الوقت بخير. الله يجازيك. هاد الكسيبه هادي شحال من شهر وهي عندك؟ هاد الكسيبه عندي شهرين وشي 25 يوم. شي 5 3 اشهر ما بين 3 ايام يومين ربع ايام. قول حسبوا حنا 3 اشهر، قول حنا 3 اشهر وانت كاسبها. اييه فيها جميع المواصفات كاينه. جميع المواصفات هاد الكسيبه هادي الله يجيب ليها شي 10. شي 10 كنطلبوا الله سبحانه والله يسر لك الامور. هادشي اللي كاين هو. امين يا رب. تعيطي ليا راه جيت لبيت لك الطلب ديالك والله يسر الامور. الله يجازيك اخويا وبالكارانتي. بالكارانتي. هادشي اللي كاين هو. اللهم يسر، الله يدير خير، تبارك الله. انتم الاخوان تبارك الله تولوا معنا والف الف مرحبا تبارك الله. هاكو كسي كمال وريهم تبارك الله حوليه كي داير الاخوان تبارك الله، راه عارف الاخوان تبارك الله وراه مهلي في السي عبد العاطي الله يبارك. لا مليحه تبارك الله. هاكو قورني الدمعات، هيا الله يرحم الوالدين. تبارك الله الله يبارك الخوت، شي حاجه اصيليه وشي حاجه دوري جينا الخوت. نعم دير غير مجيدة تبارك الله. السي عبد العاطي كي داير؟ انت خويا عثمان تبارك الله. هاد الحوليه نقول لك النخله ديالها شنو؟ اييه الله اللي بيناتنا وعالم على الجميع. اييه والله الا الفارينه والشمندر والنخاله حمراء والبال ديال الفصه. هادشي اللي كتعطيها بينا قليله، راه باينه على خير. هي راه باينه على خير تبارك الله. شي لا شي حاجه دوري جي. كلمي ما ضربكم ها شي حاجه دوري جي تبارك الله. الله ما ضربكم. اللهم بارك، اللهم صل وسلم وبارك. نعم ما خصوش عليه الفلوس، ما كانش مليح. لا المليح هذا السوبيا ولفتي هذا الراجل، ولفتي المليح صراحه والله ولفتي المليح تبارك الله. الله يبارك الخوت زيد مع هذا الصراط الحر الاخوان تبارك الله. الصراط الحر وشي حاجه دمي عاد زوينه نقيه الخوت. انا خويا وبالكارانتي وانا لما كان المليح ما نجيش عنده. هذا الشيء اللي كاين هو تبارك الله تبارك الله. الله يبارك الخوت 19 حوليه شي حاجه الخوت كاليتي تبارك الله. الله يسر. نعم ايوا الله يسر. ما نعاودوها ما كانش كمامه ولوده تبارك الله. ها بدريه تبارك الله. العيب ممنوع اخو عثمان تبارك الله. اللهم يسر. العيب ممنوع ترم اصليه مسكينه تبارك الله. بدا يستاهلها. الله يسر الامور، الله يسر الامور تبارك الله. الله يبارك فيك. الله يبارك. هاكاك زيد ابا عبد العاطي، زيد زيد زيد. الله لا من السرود تبارك الله. شي حاجه الخوت المليح المليح ان شاء الله. والله يسر الله يكمل بخير. خليها تسرح كمان، خليها تضرب واحد الدويره. خليها اي خليها تسرح وخليها تمشى. مرحبا حاضر معنا. مرحبا به. تبارك الله السي عثمان. الله يحفظك الله يبارك. لا هذاك اللي سامح ملي تبارك الله. خليها باش ترجع عند عثمان بالوحده. اي تبارك الله. الله يسر. دوز هاكا زيد تبارك الله. شي حاجه الخوت راه كاريتي، راه المليح راه المليح الاخوان. زيد 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 هاكا زيد خليها تجي تبارك الله. اللهم بارك، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الخوت. ولا ما كان مليح راه ما نجيش عند واحد الاخوان تبارك الله. هاكاك تبارك الله، تا هو راه عشاق وعزيز عليه مليح. الله ييسر الامور تبارك الله. 19 حوليه الاخوان تبارك الله، ولكن راه القوق تبارك الله. مليح 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 سبير. واخويا عثمان والله العلي العظيم الحوليه هذه الله يجيب لها شي عشاق. ودابا هذه دروكا وحده هي اللي ما تحتاجش الفحل. كلها تدوز على الفحل. كلها تدوز 18 كلها محتاجه الفحل. والله يسخر. اللهم امين. الله يسخر ان شاء الله. لا كان شي عشاق الله يسر ليه. الله يسر الله يسر الامور تبارك الله. شي حاجه دميعات الاخوان تبارك الله. انتم الاخوان تبارك الله تبارك الله. اللهم بارك، الله يدير الخير، الله يسر الامور. انا الاخوان تبارك الله. شي حاجه راه زوينه الاخوان تبارك الله. ما نعاودوها، ما نعاودو كلام تبارك الله. المليح في المواصفات ديال واد الحوليه. شوف ديال مين ان شاء الله. شريه من عند الرجال الله الا بحال وجهك. الله يحفظك. العرف مرقطات بالشات بالربعه بالثمانيه من عند المعرفه. من عند المعرفه. اييه الله شاهد علينا. الله يسر. في اغلى من البروج. ها هي ضروري. خوتنا الكسابة بني مسكين الله يعزهم. الله يعزهم. اييه ياك تحياتي الناس بني مسكين. تحياتي الناس بني مسكين. انا وانا راه جيت من البروج. انا راه جيت من البروج فاش. السي عثمان خويا كمال ملي كيجيب شي حوليه كتكون مليحه كيعيط لي في التليفون كيقول لي جي عندي للدار. كنشوفها كنجي لهنا للعوينه.
والله يعمر لي الدار عزيز علي المليح. فانا راه قلت لي ما كانش المليح لا عمرك تعيط لي. اه داكشي لك تبارك الله. شاري المليح لا تعيط لي. الله واحد ما في الدار الورد هذيك ياك تبع هذيك من غيرها. ايوا واخا سيدي الف الف مرحبا تبارك الله. هاني الاخوت هاني الاخوت الاخوان تبارك الله اللهم يسر. مرحبا انا خويا عثمان الصور تاع تاع النعوجه تبارك الله الله يبارك. الله يجيب لك شي عشاء اخويا عثمان. مع الله زيد الصارات الصارات خايفك خايفك اخويا عثمان. زيد خليها تشتت الهجه زيد مزيان زيد تبارك الله الله يبارك الله يدير الخير تبارك الله. هاكاك باش نشوفوا المشاهدين وحده وحده هاكاك زيد. حبس اخويا حبس اخويا من تما حبس تما تبارك الله هاكاك هاكاك جمعوها تما جمع تبارك الله. انا الاخوان تولعوا الف الف مرحبا بكم الخوت وهادشي راه بالكارانتي قاعد قاعد واللي ما شريت نزل. جيبوه هنا الوسط هاكاك وقفوا عليه بحال واقفين في السوق. هادشي اللي عطى الله هو باش الناس يعرفوا شنو يديو. تبارك الله يعرف ما شاف. اييه راه حنا ماشي زعما كنيه تبارك الله. لا حوليه على خير العيا لا حوليه زوينه وعلى خير تبارك الله. اللهم يسر الله يدير الخير جميع الناس تبارك الله. راه كامل العالم على كل شيء تبارك الله. تحياتي للعوينه وكدير انت هاني صحتك مزيان الله يحفظك. جيت عند الناس راه معقولين. جيت عندهم وني باقي فيك الحال على نهار الحدو. قرب شويه قرب مريض هذاك النهار سعد معنا معنا ولكن ما تمرش من جيتي انا. جيت ياخذوا خمسه الحوليات جيت مريض ضربتك دف ياك والله يسر. هذاك شهر رزق الله يرحم رزق رزق واحد ما داه واحد. قلت لي داك الشيء كيبقى الرزق ما مكتبش لي ما مكتبش لي واه انت كتينيت وما تبعتينيش لي واه لا ما تبعتش لا ما كثرتيش الهضره. السلام عليكم زيد العوينه من صرت ليا في الرطب. تبارك الله الله يبارك الخو شي حاجه الخوت راه اصيليه وراه المليح. منين منين عثمان ما تنساوش بارطاجيو وديرو جي. الله يحفظك ودير العوينه الله يعزك تبارك الله. هذيك دوز لي دور لي وجهها شوي. هذه الاخوان هاد الحبيبه الخوت راه بتفقس طايبه الاخوان زقع عليها زقع عليها باريه متبع البيسيلينا اللي قلت صافي الاخوه هذه هي اللي كاينه الخوت تبارك الله. زيد العوين خليها تعز واحد شويه انتم هذي. زيد انت وليدي مهنا زيد هاكا العوين راه بغيتك تشد لي الحوليات وتدوزهم وحده وحده هاكا. الله يستر العيب. هذا راجل معقول هذا. الله يستر العيب. كانت عنده شي غلم ما شاء الله. والله يستر العيب اخويا العوين. انا الاخوان تبارك الله وتولعوا الف الف مرحبا بكم الخوت عاد السي عبد العاطي واللي بغاها الخوت راه بالكارانتي كارانتي الله خلاها الضامن ضامن والله. واش اللي عطى الله هذا اللي ما طاقش الاخوان ولا شي حاجه يعيط ليا ما كاينش مشكل. نعم خويا وراك سيبته هو دروك الساعه بعطي مال وراه معروف ومشهور والحمد لله. هذا الخاطر ان شاء الله من غتبيع هذا هو شي 40 ولا شي 30 ان شاء الله. اي ان شاء الله باش نجيو عندك ثاني خاطره اخرى والله ييسر الامور. الله يسهل عليكم مرحبا. الله يجيك خير. هذيك اللي كبيتي خاصني نوريها الصول ديالها. وريها الصول وريها الصول خليها خليها تشتت خليها تشتت. ها هي لانه الحوليات خايفات كمكرات على بعضياتهم. ها هي راه خايفات واه. لا لا حوليات ملاحه تبارك الله اللهم بارك وزيد في ذلك. تبارك الله لا لا دير لك كسيب والله لا دير لك كسيب تبارك الله. بحال يخليهم يوليو ان شاء الله. ها انتم الاخوان والف الف مرحبا بكم الخوت واللي بغى السلعه يتصل بالسي عبد العاطي غنخلي النمره ديالو غنشدها وغنديرها على الشاشه واللي بغى الاخوان الف الف مرحبا به تبارك الله. راه السلعه راه داويه على راس الخوت تبارك الله. الله يسر والله يدير الخير وحنا راه كنتعاونوا مع اي واحد فهمتي الخوت راه بدون مقابله الاخوان هادشي اللي كنديروا هادشي اللي كنا عاي كنبغيو نولعكم في هاد العشيه هادي والف الف مرحبا. ايوا الله يسر امور جميع الناس تبارك الله. اول دخله ديال الناس اللي كيدخلوا عندنا اربعه ديال الناس وخمسه هي اليوم معنا السيد العوينه والخوادري الطيبي والولد سي محمد اخويا عثمان ومعنا كمال. مع كمال وهذه الايام الاخرى اللي دازت كيدخل معايا كمال خلاص. الله يسر انا اخويا عثمان تبارك الله. وريها وحده وحده الله يسر ابو كمال الله يحفظك تحياتي تبارك الله عليك الله يبارك الخوت شي حاجه الخوت راه اصيليه والله يسر واللي في رزقه راه غيديها الاخوان تبارك الله. نجي كذا ان شاء الله. اللي في رزقه راه غيديها الخوت تبارك الله. الله يسر الله يدير خير. مداويات من طاريات. ياك؟ اييه. تبارك الله عليك. مداويات من طاريات النعمه ديال الله سبحانه وتعالى تقليد عليا راه فينا هو. كيجي كيدخل. راه فينا هو. المهم راه فينا هو هذاك كمال راه كيدخل كيشوف
فارينه والله ما كتجيبوها حتى الدراري. اي والله يسر. والله يسر. انتم الاخوان اللي بغا تسليها اللي بغا تسليها الاخوان يتصل بالسي عبد العاطي ان شاء الله راه غنخلي النمره ديالو على الشاشه الاخوان تبارك الله. اللي في رزقه راه غيديها هادشي اللي كاين هو هذا كاين 19 حبه الخوت ولكن راه المليح. راه الورد الاخوان تبارك الله ديال الحولي. والله يسخر مولاه والله يسخر حتى اللي بغا يدير الله يسخر ليه. شوف اخويا عثمان. نعم. اللي سخر لي سيدي ربي فات السلعه ودا الله يجعلها تفيض عند الدور. امين طلبوا الله تيسير. يجعلوا منها الرباع. واش اللي عطى الله وهذا انا ترى درت معك المجهود فهمتيني؟ اي والله يسخر الله يسخر الامور الله يسهل عليك ادريويش. قوم معنا الاخوان والف الف مرحبا بكم. ان شاء الله الله ييسر الامور الله يدير لي فالخير.